السلام عليكم. اليوم الخميس 9 مارس 2023، الحلقة 169. لو جورنال en 2000. Aujourd'hui, jeudi 9 mars 2023, épisode 169, le journal en 2000. في النهار ديال 29 أكتوبر 1965، مهدي بن بركة وصل لباريس العاصمة الفرنسية. وصل لباريس وهو راكب في واحد طيارة سويسرية مع 9 ديال الصباح. في المطار ديال باريس اللي كانوا كيتسناو المهدي بن بركة، كان ميلو التونسي مع جوج ضباط اخرين. وكان في المطار ايجالمون عبد القادر ساكا ومحمد مسناوي. كيشوفوه من بعيد كيشوفوه من بعيد كيفاش تيخدمو الشرطة المغربية، المخابرات المغربية. وكان كذلك البوليس الفرنسي ديال لي رونسينيمون جينيرو. لي رونسينيمون جينيرو كما القاعدة مدة عدة سنين وهما كيديروا الحراسه للمهدي بن بركه فين ما كيدوز، فين ما تيكون دايز في العاصمه الفرنسيه كيتلاقى مع لي رونسينيمون جينيرو. لي رونسينيمون جينيرو ديما اللي كيديروا ليه لا بروتيكسيون. منين وصل المهدي بن بركة لباريس، كان من موراه جوج ديال الضباط من البوليس المغربي اللي كانوا معاه في الطيارة، كانوا دايرين المكياج. كانوا دايرين
ان ديجيزمون باش ما يعقلش عليهم. ومنين وصلت الطيارة لباريس هذاك ديجيزمون حيدوه، من بعد غادي يشد تاكسي باش غادي يدي لافاليز ديالو لابارتمون لوكسيو ديال جو وحنا، غيمشي يدي لافاليز ديالو لابارتمون هي الأولى. ومنين مشى تبعوه لا بوليس ديرون سيرينيمو جينيرو في تاكسي، وتبعوهم لا بوليس ماروكان جوج ديال الضباط من البوليس ديال المغرب. منين مشى مهدي بن بركة لابارتمون ديال جو وحنا، حط فيه الحوايج ديالو وخرج من لابارتمون، مشى باش خلص على لو جون اتيديون لي كان معاه في الوقت لي فاش الى ايتي انتربولي بار لا بوليس بار لي دو بوليسي فرونسي مالتنا شونس. هذاك لو جون اتيديون ماروكان هو اللي كان عاطيه باش يجمع ليه في لي زارشيف ديال لا فرانس لاسبان لو بورتوغال اي لانجلتير. إنه هو الفيلم اللي غيدار وهو العنوان ديالو La colonisation et la décolonisation. مهدي بن بركة مسمع تامي الأزموري وهو لو جون اتيديون اللي كان كلفو اون سكون ليو مهدي بن بركة باش يوجد ليه دي زارشيف اون برومي ليو اللي كان مكلف وهو حميد برادة. حميد برادة هو اللي كان مكلف بهذه المهمة اون برومي ليو، يعني كيخصو يوجد لي زارشيف ديال لي زيتا، ولي زيتا اللي معروفين ديال الاستعمار
وهما لا فرانس الاسبان البرتغال اي انجلترا. منين غادي يجي لباريس نهار 29 أكتوبر 1969، غادي يخدم مع تامي الأزموري، هو الأول وفجأة مهدي بن بركات فرنسا في 29 أكتوبر 1965، راه كانت عطلة فرنسا، كانت عطلة لعدة أيام، كان لفيت ديال لا توسان، لفيت ديال لا توسان، سي دي فيت ريسبكتي عند لي فرونسي. تقريبا كل شيء كان ما حضرتش الخدمة هذيك النهار. لا فرونس كانت اون فيت، اون فيت كلكو جور، كاين اللي مشى ويكاند وما جا حتى نهار تلات ونهار الاربع. من بعد غادي يبقى المهدي هو تامي أزموري كلكو بار، حتى غادي يجو مع التناشونس، غادي يوصلو لقدام لابراتري ليب. قدام لابراتري ليب كانوا وصلوا مع 12 نهار اللي كانت وصلت لابواتور ديال لي دو بوليسي دو لا بريغاد موندان. لي دو بوليسي دو لا بريغاد موندان هما اللي تكلفوا بلانتربيلاسيون ديال المهدي بن بركه. وصلوا مع 12 ديال النهار وبقاو كيتسناو نص ساعة، هما كيتسناو مجمعين بيناتهم. لو أنطوان لوبيز لاجون ديال لو تسدك ولا جون ديال الكاب ان، كان داير واحد الشابو كبير باش ما يعرفوش مهدي بن بركه. فعلا ما عرفوش انه كان راكب حدا الشوفور وكان داير الشابو ديالو. المهدي منين طلع لافواتير كان فيها لوي سوشون، لوي سوشون اوفيسيير دو بوليس برينسيبال، هو اللي كان سيقا، هو اللي كان تيسوقا،
وكان حداه لويس سوشون، كان حداه انطوان لوبيز، والزور كانوا راكبين لو دوزيام بوليسيي روجي فواتو اوفيسيي دو بوليس ادجوان، اوفيسيي دو بوليس ادجوان، اي لو تريون لو ني اللي كان بين عليه ان سوليد غيار. لوني مع روجي فواتو هما اللي كانوا دايرين بالمهدي بن بركه. المهدي بن بركه كان الوسط، كان وسط منهم. منين زادت لا فواتور دو بوليس من قبضة الطريق، مع المهدي بن بركة الوقت فاش هضروا معاه لي دو بوليسي افيك بوليتيس اي جونتيس، كيف مشى المهدي بن بركه تامي الأزموري ما هضر مع حد وما دا في حد من اللي دو بوليسي، غادي يهضر معاه، غادي يهضروا معاه لي دو بوليسي ماروكان اللي كانوا دايرين لا فيلاتور المهدي بن بركه. كان تاكسي اللي راكب فيه المهدي بن بركه، كان تابعو التاكسي اللي فيه لي دو بوليسي ديال فرونسي ديال لي رونسينيمون جينيرو اللي كانوا تابعين بن بركة. منين وصلوا لبراسري ليب هاد لي دو بوليسي فرونسي مشاو دخلوا في حالتهم الكوميسارية سنترال باش يحطوا له رابور ديالهم باش يريد يجيو ويحطوه في الطبله ديال لو باترون ديالهم، وهو لو كوميسير جون كاي باترون ديال لي رونسينيمون جينيرو دو باريس. اللي كانت لابواتور ديال بن بركه، وكانت موراها لابواتور ديال لابوليس دي رونسينيمون جينيرو، وكانت موراها لابوليس كانت لابواتور ديال بن بركه من موراها، لا كانت كان ان تاكسي ديال المهدي بن بركه، وكان ان تاكسي ديال لا بوليس دي رونسينيمون جينيرو، وكان ان تاكسي ديال لي دو بوليسي ماروكان. هذوك لي دو بوليسي ماروكان منين شافو تا
تامي الأزموري ما هضر مع حد، دخلوا ايميدياتمون افون كي نو سوا تروطار، لان هو كان بحال والو. تامي الأزموري يبدا كي يلابيل لو سكور، هادوك لي دو بوليسي ماروكان ils l'ont menacé par des insultes. وراو لي زارم كيلز افي تحت من لافيس ديالهم. تامي الأزموري من شاف هادوك لي زارم قتلاتو الخلعة، بقى غادي وتيهضر بوحدو وغادي وهربان. مي فعلا غادي يمشي في حالو، ما غادي يدير حتى حاجة، ما غادي يدير اوكان سكوندال. هادوك لي بوليسي، لي دو بوليسي فرونسي لي دارو لانتربيلاسيون ديال المهدي بن بركة، كانوا هما نساو بان هو هذاك ليتيديون راه كان في لو ميم تاكسي مع المهدي بن بركة. هاد لو جونر دوبيراسيون معمرهم وحلو فيه، لأن هو في حياتهم معمرهم ما داروا وكانوا ليفمون. كان نورمالمون وكانوا من لي سيرفيس سبيسيو، غير إما يدوهم جوج، غير اما يدو لي دو، ولا اما يخلو لي دو. نورمالمون اي دوفي ريبورتي لا دات ديال لونليفمون لواحد نهار اخر، لانه ما يمكنش يكونوا جوج الناس وتخطف فيهم واحد والاخر ما يدار ليه والو. هنا كان تيخص هذيك الانتربيلاسيون تروبورتاد نهار اخر. ولكن ما يقدروا يديروا والو لهذه القضيه. ولكن هذوك لي دو بوليسي ديال الماروكان ايزون في لو نيسيسير، ايلو مناسي وبينو لي زارم ديالهم بانه راه ما كاينش اللعب. Les menaces, mais ce sont des gardes ouzda, des gardes andoum, des insultes, halwalo, les grosses insultes, les grosses insultes. Had, هاد لي دو بوليسي لي كيو مناسي تامي الأزموري قبطو تاكسي ومشاو لا فيلا
اللي فين موجود المهدي بن بركة. منين وصل المهدي بن بركة لفيلا، لفيلا il se trouve à 50 ou 60 kilomètres de Paris. Il se trouve exactement à Fontenay-le-Vicomte. À Fontenay-le-Vicomte. Dans la cour, il y avait le truand Georges Bouche Sèche. هو اللي استقبل بن بركة، قال ليه مرحبا بك مسيو لو بريزيدون مهدي بن بركة، مرحبا بك عندنا، راه هما كيتسناوك. مهدي بن بركة دخل لا فيلا، دخل لو صالون دو لا فيلا. il y avait les policiers du cap 1 au complet. le patron de la contre-subversion Mohamed Ashachi. son frère aîné عبد الحق عشعشي، عبد القادر سكا، محمد النسناوي، ميلو تونزي، ابو بكر الحسوني. هادو هما لي بوليسي دو كاب ان لي كانو على انتيريور دو لا فيلا. لي تريو ما كانوش جالسين معاهم، كانوا في لا فيلا ولكن كانوا ابار. Il y avait également d'autres policiers marocains présents à la villa. Le film de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. جاو كلهم لا فيلا، من دخل المهدي بن بركة، من دخل لا فيلا بقى ساكت في الأول، واللي كان تيهضر وهو محمد المسناوي، هو اللي كان تيهضر. وكان تيهضر بزاف، لأن الهضرة ديالو كانت موزونة بزاف، وكان كل شيء خطرة خطرة كيضحك.
لأنه هو اللي في بوكو دو ليمور في الكلام ديال محمد المثنوي. Il y avait beaucoup d'humour. Comme on a vu le snaoui, il me fait le dhak ou fait l'humour. Il est tout comme là où il fait le dhak. Un jour, il a fait le Mahdi Ben Barka. Il a fait le jour, il a fait le jour. Il a fait le jour. محمد المثنوي اللي كي يهضر بزاف، ومن بعد رجع المهدي بن بركة هو اللي كي يهضر بزاف. هذيك لابرميدي كاملة وما تيهضرو، هذيك ابتداء من ثلاثة العشية تقريبا، بوبكر حسوني غادي يمشي بلا بواتور ديال لا بواتور سيتروان دي اس فيرت دو لومباساد دو ماروك، غادي يمشي بلا بواتور ديال لومباساد لي سوبر مارشي، غادي يجيب ما يتكل وما يتشرب، غادي يجيب كاع الانواع ديال الماكله والانواع ديال المشروبات وديال ديال الشراب وديال الويسكي وديال لابيير وديال ديال الروج، غيجيب كل شيء. وملي جاو ملي تحط كل شيء اللي بغا شي حاجه كيشربها. بقاو مجمعين ورجعوا للأحداث ديالت لو 23 مارس 1965، رجعوا لي فيكتيم لي مور اللي كانوا تقتلوا عمدا بالقرطاس في الدار، واللي كانوا تيروا فيهم لي ميليتير بالقرطاس اغرو كاليبر دون لو دو، ورجعوا للمغرب ديال 1956 والمفاوضات اللي كانت مع ما بين المغرب وفرنسا في اكس ليبان، والمفاوضات اللي كانت في باريس، المفاوضات ديال اكس ليبان كانت في اوت 1955، والمفاوضات ديال الاستقلال
كانت في أبريل ماي 1956، والجيش المغربي، القوات المسلحة الملكية اللي تكريات اللي تكري في مي 1956، المهدي بن بركة عطى واحد درس كبير، واحد درس كبير للحاضرين، لأن هو كان عارف كل شيء، داكشي اللي وقع في المغرب، في التاريخ ديال المغرب. خوتي كل شيء كان تاكل وتشرب، تشرب لي بوليسي كلهم كانوا كيشربوا اما لا بيير اما الشراب الاحمر روز اما الانواع ديال الويسكي. والمهدي بن بركة كان تاكل شي شوية وتشرب الماء المعدني، هذيك الدار اللي كانوا فيها ديالت ديك الفيلا ديال جورج بوشيس غيبقاو فيها تقريبا يومين، يومين غادي يبقاو في هذيك الفيلا. غادي الغد الاخر غادي يكيتيو هذيك، غادي يمشيو من ديك الفيلا باش يمشيو لا فيلا ديال أنطوان بيريز اللي قريبة في البادية، تما كاين واحد لو فيلاج اللي قريب لفونتوني لو فيكونت، هو اللي فيه لا فيلا ديال أنطوان لوبيز. غادي يبقاو لوقفاش غتوصل السبعة د العشية، غادي يوقف عليهم في لا فيلا الكوموندون أحمد دليمي، غادي يجي في واحد الطيارة ماشي سبعة ضروب، وغادي يشد تاكسي من المطار اللي جا فيه، وغادي يمشي لفونتوني لو فيكونت. كيف غادي يوصل لافيلا غادي يدير في يديه لي غون ديال لا شيرورجي، اللي كيفسر على انه هو كانت عنده لانتونسيون باش ما يخليش
لاطراس ديالو في هادوك لي موبل اللي في لا فيلا. الحاجة الأولى اللي غيدير وهي غادي يدير ليغات لي كونفيدي وغادي يدخل لا فيلا. ملي دخل لا فيلا كيف شافو المهدي بن بركة تبدل اللون ديالو، بدا في هاديك الساعة كيغوط تيعيط وسكور وسكور، بدا تيعيط. كانوا كلشي بخير وعلى خير حتى دخل دليمي وهي تقلب الطرحة. هذا الشيء اللي وقع مع دليمي كتير بزاف. دليمي قال ليهم زيروه، وبقى يتركل وبقى يغوط وبقى تيشدوه بالزز وهادشي جعلهم باش يجلسوه بالزز على الكرسي ويشدوه. هو شي يرصى وبقى تيتركل تيديرو ليه صبارة درا على فمو تيعاودي يغفلهم بيديه وينطرها بيديه وبقى كيتكرفس واحد شوية. ود ليمي قال ليهم ما حدكمش شادينو، ديروا لي اون انجيكسيون بور لو كالمي حالكو. داروا قال ليهم ديروا لي اون انجيكسيون بور لو كالمي، داروا لي فعلا اون انجيكسيون بور لو كالمي. شكون اللي غيدير لانجيكسيون؟ يديرها بوبكر الحسوني، لو سيليبر بوليسي دو كاب ان اللي كان كيداوي العائلات ديال الكاب ان، العائلات توت لي فامي ديال الكاب ان تيعرفو بوبكر الحسوني. بوبكر الحسوني في الحقيقة سيت ان اد سوانيون، ما عمرو ما كان ان سوانيون. ان اد سوانيون اللي كان كي يدير لي بيكور لي فامي دي بوليسي اللي كان خصو اون انجيكسيون كيديرها ليه، اللي كان محتاج على لي سيرفيس ديالو كيدير لي اون انفيكسيون. و لو فري
بوليسي انفيرمي اللي كان في الكاب ان، وهو حميدة أجدين. حميدة أجدين هو لو فري بوليسي دو كارير اللي كان في لا كونتر سوبفيرسيون، ولكن هذيك النهار ولا يومين ضربها بسكرة، ما كان هو ان بوغوس وتمشي لي بواط بزاف، غادي ينسى راسو وغادي يديه في واحد السهرة، من بعد غادي يصبح ناعس. الغد الاخر في هذيك النهار نيت جا عبد الحق العشعشي، اتصل به لو كوموندون احمد دليمي وقال ليه باش خصو يمشي لباريس ودي معاه الفلوس، ربما الاخ ديالو سي محمد يستحق الفلوس او لا يستحق او لا يستحق الخوه. عبد الحق العشاشي مشى لباريس في هذيك النهار، وملي حميدة ما كاينش دا معاه أبو بكر الحسوني باش يعاونو في فرمليت، وباش يدق شي برالة كاينة ولا زوج ولا هادشي. علاش أبو بكر الحسوني إلا في أكومباني عبد الحق العشعاشي؟ ملي مشاو لباريس مشاو ما كانوش مقررين في لوبيراسيون بويا بشير، مشاو بالباسبورات ديالهم كوم طول الموند. ومنين وصلوا لباريس هذاك لو بوليسيي انفيرمي بوبكر الحسوني مشى نزل في واحد لوطيل نون كلاسي ا انيير، في مدينة انيير كاين بزاف ديال لي ماروكان لي عندهم لوطيلات نون كلاسي. وعبد الحق عشاشي مشى نزل في الكرون اوتيل دو لوكس اللي مولفتي نزل فيه هو لو جينيرال اوفقير. غادي يمشيو لوتيل بجوجهم، كل واحد غيمشي لوتيل ديالو، وغادي يبدلو حوايجهم، وغادي يتلاقاو من بعد. من بعد غادي يتلاقاو، وغادي يتلاقاو لو لوندوما لو 29، انهم بجوجهم مشاو لو 28 لو جودي 28 اكتوبر 1965. مهدي بن بركة كان لو جودي 28 اكتوبر
كان باقي في سويسرا. كان في سويسرا ديك النهار، ما غادي يجي لباريس حتى الفوندرودي 29 أكتوبر 1965. منين غادي يضرب ليبرا، يدير انجيكسيون المهدي بن بركة، يفا بيردر كونيسونس، غيناس شوية، غادي يتكوه ويخلوه ناعس في واحد المطلة. وغادي منين كانوا اون بلين اكسيون قبل ما ينعس بن بركة، كل واحد كانت عنده لا ميثود ديالو. الليمي كان باغي يعمل لوتيليزاسيون دو لا فورس، كان باغي يعمل لا تورتور، ولو باترون دو لا كونتر سوبفيرسيون كان باغيش يعمل، كان ما باغيش يستعمل لا فورس، وكان ما باغيش يستعمل لا تورتور، لان هو il n'y avait aucune raison valable pour passer la torture en priorité et pour passer la force. كل واحد قال لي بوا الفي اون فونير اوما، كانوا غادي يضربوا. هروزمون كيل يافي سور بلاس، كيل يافي عبد الحق عشعشي، عبد الحق عشعشي ايتي لامي دو طول موند. Il avait de très bonnes relations avec Ahmed Dlimi. Et il était face à son frère Kadi, qui le respectait beaucoup. devant l'insistance d'Abd al-Haq al-Shafi, tous les deux déroulent le visage de l'autre. مهدي بن بركة ils ont repris à nouveau. عبد الحق a repris à nouveau mais sans utilisation de la violence. ما جوي الحداش ونص ديال الليل غادي يوصل لو جينيرال وفقير ايفر سكران، ما عقلش، ما قادرش يوقف. صغر اما اجلس
ولا يوقف ويشد في شي حاجه بيديه ولا يتكى على شي حيط، يتي ان كابابل باش يبقى واقف بوحدو. وملي كان تيهضر كان ما كيتفهمش حتى واحد، ما فهم الكلام اللي كان تيقول. وفقير هذيك الليله منين جال الكاب ان في العشية سكران ونسى السوارت ديال الكفر فور ديالو ودخلنا مع مدام عبد الحق عشاشي اللي عندها الساروت ديال عبد الحق، عطاتو لينا الساروت ديال الكفر فور ديال لو جينيرال وفقير. عطاتو لينا لو جينيرال وفقير حل الكفر فور وعمرو بالفلوس بالدوفيز، ما كاين غير تيكيت صحيح. مشى بهذاك البورت دوكيمون، مشى ابور دو سا فواتور، مشى للمطار ديال سلا باش غادي يمشي لباريس. منين وصل لباريس مع 11:30 ديال الليل غادي يجي أبور دان تاكسي لا فيلا ديال بوش سيش. وكانت عنده الساروت ديال لا فيلا ديال أنطوان لوبيز، جاو فقير لا فيلا ودخل ديريكتومون لعند لي بوليسي في لا فيلا وبدا كيعطي في الأوامر. هادوك لي بوليسي ما عليهم غير ينفذوا الأوامر، كلشي كان كيعذب في المهدي بن بركة. إلا لو باترون دو لا كونتر سوبفيرسيون ومحمد المسناوي وعبد القادر ساكا، أما الشيء الآخر كان كل شيء كيعذب في المهدي بن بركة. الجنرال فقير كان سكران، هنا غادي نوقف هاد الحلقة.
إلى اللقاء إن شاء الله.